اختتم مؤتمر سمارت سيك لتقنيات الأمن السبرالي وبلوك تشين ببناء نظام بيئي متكامل في مملكة البحرين بمشاركة نحو 600 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في البحرين لتحقيق الاستفادة القصوى من هاتين التقنيتين ومن أجل استثمار تطبيقاتهما في مجالات الاقتصاد والمالية والتعليم والصحة وغيرها. أوصى المؤتمر الذي يقام بدعم من تمكين وبشراكة استراتيجية مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على ضرورة تحسين تلك الأنظمة ضد التهديدات الناجمة عن الهجمات الإلكترونية والاختراق المعلوماتي. كما أكد المشاركون في المؤتمر على تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية للمعلومات والتي تتضمن الشبكات والخوادم، إضافة إلى حزمة البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة مع التشريعات ذات العلاقة. كما دعا المشاركون إلى الإسراع في تنفيذ مبادرات استخدام البلوكتشين للمنازل المتصلة وأمن معلومات المواطن، إضافة إلى مجالات إدارة الهوية والتصويت الإلكتروني والعقود الذكية وتسجيل الأصول والاستفادة من البلوكتشين في جعل الاقتصاد الرقمي أكثر أمانة.